بدل احمد فتحي موجود يبقى لازم يلعب طبعا. انا اسف كابتن هقطعك ونرجع تاني للتشكيل. حضرتك معايا كابتن عصام فتحي طبعا رئيس لجنه الحكام وعضو مجلس اداره اتحاد الكره. كابتن عصام مساء الخير عليك كابتن. كنا بنتكلم انا وكابتن وليد وكابتن ربيع على جزئيه البدايه للموسم الجديد وبعض الامور ممكن كانت نتلاشاها او بعض الاخطاء اللي ممكن نتلاشاها هذا الموسم طبعا عشان نطور بشكل كبير الدوري المصري، واكيد طبعا التحكيم هو ركن اساسي في الكره المصريه. كابتن برحب طبعا بالكابتن وليد وكابتن ربيع كلكم طيبين وبوسكم طبعا خير يا كابتن ان شاء الله علينا جميعا ان شاء الله ان شاء الله. يعني طبعا مبادره طيبه ونتمنى ان يكون عندنا منظومه محترمه بكل معنى الكلمه. نتمنى ان كل عناصر اللعبه تحترم بعض، وده اول بدايه للنجاح. فنتمنى ان يكون موسم مهم. يمكن احنا بدانا كلجنه حكام الحقيقه عملنا معسكرات على مستوى عالي اجل تطوير اداء الحكام. يمكن النهارده واول امبارح احنا ندفع في اول اسبوع في الدوري، افتتاح الدوري كان حكم لاول مره يحكم في الدوري، واعتقد ان الجميع اشاد بيه. النهارده ايضا حكم ثاني شاب لاول مره يحكم. بدانا يكون في عندنا كوادر جديده من الحكام وربنا يوفق. يعني زي الكابتن ربيع طبعا والكابتن وليد مدربين كبار عارفين ان طبعا لما بتدفع بناشئ جديد بتحاول تاهله بشكل كويس عشان ما تحرقهوش، عشان الحقيقه يستفاد من التجربه. والحقيقه انا شايف ان الولاد الصغيرين نجحوا بشكل كبير جدا، وهيكون لهم مستقبل كبير في السنوات القادمه في التحكيم المصري. احنا من ناحيتنا الحقيقه كل الاحترام والتقدير لكل عناصر اللعبه. بنحاول ان احنا نطور من ادائنا، بنحاول نشوف الاخطاء اللي عندنا ونعالجها. اتمنى ان الاخرين يعني يكونوا زينا واحسن مننا كمان، وان احنا ما نشوفش شماعه للتحت. احنا بنحاول نطور وبنحاول نقرب من الناس ونسمع للناس ونتقبل النقد البناء بكل صدر رحب. نتمنى ان الاخرين يكونوا كده. كابتن، يمكن كابتن وليد كان ليه ملحوظه بخصوص سرعة الأداء في الملعب بالنسبة للفرق كلها، أن بعض الأندية ممكن أمام الفرق الكبيرة بتجيب هدف مثلا وتبتدي بقى الأمور زي لعب شمال أفريقيا وتبتدي تقع، يعني اللعيبة بتبتدي تضيع في الوقت. هل ممكن يبقى فيه أو من خلال طبعا الكورسات أو المعسكرات اللي أنتوا قدمتوها بالنسبة للحكام كان فيها بعض الكلام عن الجزئية دي، أن لا لازم في بعض الالتحامات، لا لازم أكمل كحكم عشان برضو الوقت بيعدي. دي سرعة أداء بتبقى أنت محتاجها كدوري مصري بتفرق كتير قوي في الشكل الفني بالنسبة للدوري يا كابتن. طبعا احنا اتكلمنا على النقطه دي بشكل كبير، اتكلمنا على الالتحامات لان كره القدم هي كره الاحتكاكات البدنيه، اتكلمنا من الاحتكاكات اللي لا ترتقي الى ارتكاب الاخطاء او حتى الاخطاء البسيطه الحكم يسمح باستمرار اللعب، اتكلمنا عن الفرق زي ما حضرتك قلت اللي ممكن تضيع وقت، ان يجب على الحكم احتساب الوقت بالكامل لان ده حق، لان ده وقت ضاع من المباراه وتم اضاعته بشكل بقى تكتيك او بشكل ان هم عارفين يضيعوا وقت. لكن لازم ان المباراه 90 دقيقه تلعب بشكل كامل. كابتن عصام، كابتن الو، كابتن وليد مع حضرتك. كابتن بص يا كابتن، انا زي حضرتك وموسم سعيد عليك يا رب ان شاء الله علينا جميعا. بص يا كابتن، انا مش عايز الحكم يحسب لي الوقت بدل الضايع، لانه لو حسب الوقت بدل الضايع، لو احنا مسكنا ستوب ووتش كده ووقفنا الوقت كل ما حد بيقع هيحسب، ممكن يحسب نص ساعه وقت بدل ضايع، وده مش موجود في الكوره. انا عايز حاجه من حضرتك لان انت حكم طبعا، حكم كبير وراجل فاهم في الجزئيه دي. ايا كان فرقه كبيره او صغيره، اول ما فرقه بتجيب جون تاكد ان كل اللعيبه بتاعه الفرقه الثانيه هتقع. انا عايز اقول للحكام حاجه، سيب اللي يقع يقع، ماشي عندك شد عندك كرام، اتخبطت في كوره، حضرتك اول ما تقع تطلع بره الملعب، وانا اقرص ودانك ان انا ما انزلكش، اسيبك هجمه او اتنين، بعد كده كل الفرقه هتقول حق برقبتي. لما انت يجي عليك هجمه او اتنين وانت بتلعب 10 ضد 11 هتعرف ان انت بقى ما تقعش حضرتك الا لما يكون بجد. قوي بقى شديد، لكن قوي. انت احنا السنه اللي فاتت يا كابتن في لعيب وقع 4 مرات في كره واحده، وكل مره الحكم بيوقف الملعب. اتفق مع كابتن وليد، والحقيقه كمان يا كابتن وليد زي ما حضرتك، وده شيء محترم بتطالب ان احنا نغير المنتاليتي بتاعتنا في التحكيم. لازم الانديه والمدربين لهم دور كبير في تغيير هذه المنتاليتي من اجل تطوير الكوره، مش بس الحكام على فكره، لازم اللعيبه كمان.
هي لو جت من الحكام يا كابتن هي لو جت من التحكيم تبقى اقوى لان المدرب عايز يكسب واللعيب عايز يكسب وفي نفس الوقت احنا لما بنطلع الماتش اللي فات حضرتك اتفرجت على اوغندا كل شويه عبد الله السعيد يرفع ايده الحكم ما بيحسبش فاول يرفع طارق حامد ما بيحسبش وضع مختلف في افريقيا وان شاء الله لو رحنا كاس العالم ما فيش حد اقع زي ما انت عايز ولا الحكم ولا هيصفر ولا يوقف اللعب خالص والله يا كابتن وليد احنا هنبدا بانفسنا ولكن مش بس اللي هنطور لازم الناس برضو الفكر يتطور لازم المدربين يبقى لهم دور في ده يا كابتن وليد احنا هنبدا زي ما حضرتك قلت الحكام يبداوا ولكن لازم المدربين الفنيين لهم دور كبير يا كابتن وليد صحيح يا كابتن عصام بالتوفيق ليك السنه دي طبعا زي ما قال كابتن وليد كده تبقى بدايه موفقه مع حكام يكونوا على اميز وطبعا زي ما بتقول هم جدد وفي نفس الوقت طبعا معانا حكام انا واحد من الناس دايما بطالب بالتحكيم المصري يبقى موجود باستمرار ما نقعدش بقى نجيب حكام اجانب يا رب ان شاء الله من خلال تواجد حضرتك تبقى التحكيم او صوت التحكيم في احسن حال بشكرك كابتن عصام عبد المنعم رئيس لجنه التحكيم وايضا عضو مجلس اداره اتحاد الكره خلينا نروح سريعا لامير هشام معاه طبعا تشكيل الفريقين هيقول لنا عليه امير